نطالبوا بالولي يتدخل في اقرب وقت، لاننا اليوم احياء بلديه موزايا كاين 18 حي في بلديه موزايا رمي عانيو ورمي طالبوا بحصه سكنيه. منذ 2008 مازال ما شفناش حصه سكنيه. رانا نطلبوا من الوالي شخصيا ان يتدخل في مشروع 106 سكن الذي اكمل تنجيزه منذ اكثر من 10 سنوات ومازال مغلق لحد الان ومازال ما تسير باش. المشكل دوكا وين؟ اسكن ندو حنا ولاد موزايا ولا يعطوه لواحد اخرين؟ طالبين الشاف دايره هذا يروح منا يبعدنا بزاف، تمسخر بينا بزاف. كل ما ندخلوا ليه جيب لي ليسته تاع الحي تاعك، جيب لي ليسته تاعك، باش عندهم ليسته تاع الحي تاع موزايا هنا، عندهم 100 حي، درنا فتنه.